ماذا تعني كلمة عسعسة؟ في اللغة، كلمة عسعسة هي من التضاد، وتأتي بمعنى أقبل وأدبر معاً، فهي تحمل المعنيين، ويقال عسعس الليل إذا أقبل بظلامه، ويقال أيضاً عسعس الليل إذا مضى وأدبر. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، كما وردت في الشعر في قول علقمة بن قرط: حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. ويقال أيضا سعسع الليل إذا أدبر ولم يبق منه إلا اليسير. قال رؤبة بن العجاج: يا هند ما أسرع ما تسعسع، ولو رجا تبع الصبا تتبعا.